السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الطيبات، حياكن الله وبياكن واجعل الجنة مأواي ومأواكن إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يلقاكن هذا الفيديو بصحة تمام التمام، وبإذن الله تكون أموركم طيبة وعالي العال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من محلكم محل براود مسلمز، وكما العادة مع أختكم زهرة طناطني. حللتن أهلا ووطئتن سهلا، طبتنا وطاب مشاكلنا وتبوأتنا من الجنة غرفا ومنازلا بإذن الله عز وجل. اليوم طبعا مع موديل جديد اللي اللهم بارك من الموديلات العملية والرائعة. هذا فيديو خفيف ظريف، كيف ما عودتكم دائما الفيديوهات ديالي خير الكلام ما قل ودل، كندير لكم فيديو بيسة وحدة كنوريكم الباقي الألوان. فهذا ما كان البنات منها كيجي الفيديو مريح في النظر، سريع خفيف ظريف، منها حتى نتوما كتشوفوا اللوينات وكتسكرينيو ليا وكترسلوا ليا اللون اللي كيعجبكم عبر الرقم 0687878747 او عبر الرقم 0674300035 او عبر الرقم 0689918107. فمرحبا بك، فدائما ولله الحمد الجديد من هذا المحل. نسأل الله عز وجل أن يكون محلا مباركا بإذن الله. فغنوريكم إن شاء الله بإذن الله اللوينات واحد بواحد في هذا الموديل الخفيف الظريف. هذا موديل عملي، يعني بالنسبة للأخوات اللي كيبغيو موديلات عملية، أول حاجة التوب ديالو كخيب دو سوا، يعني في الأجواء اللي كتكون باردة شيئا ما غتقدرو تلبسو تحت منو هكا شي حاجة دافية، شي قبيط دافية ولا شي حاجة. وبطبيعة الحال غادي يجيكم ما شاء الله مريح في البيسة، بالإضافة لأنه ساتر وفضفاض، المقاس ديالو ستوندار عالمي يليق بجميع المقاسات. فأنا غنقدر نوريكم أيضا المعطف ديال آلاء اللي غيقدر يجي في التنسيق معاه، يعني الأخوات اللي دار غيقدروا ينسقوه مع اللون اللي غياخدوا من هاد العباءة. وطبعا غيجيهم واحد الثمن مرفق إن شاء الله، غيجيهم الباك بالصود. فخليكم معايا غنوريكم إن شاء الله طقم كيفاش غادي يجي المعطف ديال آلاء. فالمعطف اللهم بارك التوب ديالو ليليان، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، غيجي التنسيق رائع. طبقات الالوان مقاربه، يعني كيبانوا لكم اللوينات هنا ثلاثه الالوان كيبان ديغرادي. اللبسه ما شاء الله كتجي اللهم بارك انيقه وفخمه للغايه. طبعا المعطف باقي فيه بياسات معدودين على الاصابع، يعني هذه فقط كفكره تقدروا تنسقوها مع العباءه. وطبعا لكنا واسع النظر. اما بالنسبه لهذا اللون هذا فهو اللون قرعي مغلوق، او نقدروا نقولوا ليه غوج بغيك مغلوق كيف ما كتشاهدوا. تقدروا يعني تختاروا العباءه مع طرحه مزركشه اللي غتجي معاها على حسب اللون، حنا كننسقوا لكم الطرحه المزركشه اللي غتجي معاها. بالنسبه للعبايه البنات ثمنها الاصلي هو 280 درهم، درتها لكم بثمن زويون اللي هو 240 درهم فقط. فكيف ما كتشاهدوا تبارك الله ما شاء الله راها وافيه اللهم بارك، وباقي فيها الوان عديده جدا. فخليكم معايا ان شاء الله نوريهم لكم. فكيف ما كتشاهدوا هذا لون بنفسجي، هذا البنات موف بيبي، يعني ميل بلو سيال مفتوح كيف ما كتشاهدوا. راه بيناتهم واحد الميكس زوين والله مبارك، خرج واحد اللون رائع وراقي بزاف ما شاء الله. بالاضافه لهاد الغوز، وهذا البنات راه غوز كاشرين مفتوح، بالاضافه لهذا اللون الرائع ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا ايضا باقي الالوان فهما من طبقات اللون الازرق كيف ما كتشاهدوا، هذا بلو مارين او بلو نوي الاخرى، بلو غوا، بلو جين، وهذا لون ما بين البنفسجي والبلو، واحد اللون ما شاء الله تبارك الرحمن عجيب جدا وراقي بزاف. فهادو هما اللوينات ديال هذا الموديل، كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. الغاليات شكرا لكم على المشاهده، تهلاو ليا فراسكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،
دمتنا في حفظ الرحمن ورعايته. سلام. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور، فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير، ورأي صائب، ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور، جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور، وأقبلت العطايا والأجور.